بالك كيف ما كتعرف يا اختي، بنادم على حساب الصالير ديالو، كاين اللي مخلص كاين اللي ما مخلص، كاين اللي واخد الحولي حطو برا ديجا فهمتي، باش كيجيبوه لهنايا. الاقبال اختي شنقول لك، الحمد لله ماشي، ولكن ضعيفه شويه ماشي مقارنه مع العام اللي فات. الناس كاين اللي شاري كاين اللي ما مخلصش، يلا غير تخلص الله يحسن العوان، وهذا هو البلان، هادشي اللي بالي هاد الساعه. وكاين ان شاء الله اليوم تقدر الدور فوالا، انا كنوصل الماكسيموم 120 راس هاد العام. انت كتشوفي يلا بدينا دابا عندنا شي 11، يلا حتى نقول في لو ديمونش حطينا في لو ديمونش تصفينا. بالنسبه للاثمنه كنزلوهم هنايا النهار ب 20 درهم النهار، بالمقارنه اللي كيجيبهم في دوجور الاخرى كنديروا ليه ترونش، حتى شي واحد حاط 7 ايام ماشي بحال لا واحد حاط يومين فهمتي. الاثمنه جد مناسبه، اللي عنده يحط اللي ما عندوش يحط، كلشي فحال فحال. العلف كنعطيهم فصه وكنعطيهم الجلبانه الشعير وداكشي ما كاينش، حيت الثمن كون كان الثمن مرتفع نقدروا نديروا الشعير وداكشي زعزع كيف ما كيقولوا. انا ماشي امتياز، هادشي كيبقى غير فهمتي ولف. الحمد لله خدامين بخير وداكشي، ولكن هادشي كيوصل العيد صافي كتلقى راسك بدون شعور، درتي اوطيل العيباش الله يسخر الامور. هادي جات من عند واحد الاخوان دراري كبار حتى هما قبل منا في الدومين، ورثنا من عندهم داكشي بشويه بشويه. وا اوطيل مازاكور معروف، وكاين مازاكور جديده وكاين مازاكور في الحياه الثاني، وعجبنا باش تعاونوا مع الشباب، هذه اول حاجه. وثاني حاجه باش نشجعوا الدراري حتى هما اللي ما خدامينش ولا هذا يعاونوا راسهم وداكشي. وبالنسبه للقضيه ديال الخروف كتجيبوا للفندق باش الدار عاوتاني ما تخناش، ما بزاف الحوايج تهنا مع الدار، اللي كانوا عندك دراري صغار ما تفيقهمش وداكشي، والحمد لله. ملي كتجيبوا اول حاجه كيقيد عليه الرقم ديالو، كترجع تشوفو انت ديك الساعة شي امن، راه ما فيهش شي حاجة اللي ماشي، هو ضروري تضرب عليه طلايلة مرة مرة، وما راه مهلين فيهم هنا ما تحتاجش. سميت الفندق بلانكا حيتاش فكرني بواحد لومبيونس كنت درتها مع لي زامي ديالي، هذاك الشيء علاش سميت الفندق ديالي بلانكا، فندق الخروف بلانكا. ما كاينش اقبال بزاف بحال العام اللي فات، كان الاقبال شوية ضعيف. وهذا العام حتى هو الحمد لله حنا تنتمناو والله يجيب التيسير لينا وليكم للجميع للفنادق الخروف. بالنسبه للاثمنه ثمن مناسب مع الناس، تندير لهم ثمن مناسب، راه كاع عارفينه جميع اصحاب الفنادق الخروف، تنديروا معهم الاثمنه 20 درهم تنديروا معهم، واخا فندق بلانكا. بالنسبه للالف تنعطيهم الجلبانه، الجلبانه مره تنعطيهم الجلبانه مره تنعطيهم عاوتاني الفصة صافي، هادشي اللي تنعطيهم. احتياطات راه كيف ما شتي، كيف دخلتوا عندنا راك شو الاجواء كي دايره، تنجيو تنرقموا الحولي بعدا اول حاجه، تترقموا تدير ليه الرقم ديالو صافي، تتمنى تترقموا وتتعلموا بانه هذاك راه ديال السيد فلان فلاني. الشاش تلقاي واحد اخر للشاش، واحد هو الفوق وواحد هو عندنا هنا، وكاين واحد اخر هو هنا. ولا الفنادق بزاف كشر من اللي غايد بالخرفان فهمتيني. الثمن ما بين 30 درهم و 25، هذا هو 20 درهم جات تعامل مع بنادم وصافي. الف على حسابنا حنا، كل شيء كيكون عندنا حنا، جلبانه فصه ما عاوتاني اللي جاب مولاه الشعير، شو على حساب الحولي اللي كان كياكل عاوتاني الفول فويليه الشعير، يقدر ما ياكلش لك جلبانه ولا فصه شي قطعه تفرش عليه ولا شيء. وتقابل عاوتاني على حساب الماء، يا اما بالليل يا اما غد ليه مع الصباح، تخليه مع الصباح. والحوله عاوتاني اللي جا عندك ما تعطيش الماء في نفس في البلاصه، خاصك تخليه حتى الغد ليه، يقدر يكون واكل الملحه ولا شي حاجه، ولا واكلين موكلين شي حاجه، لا عطيتيه الماء يقدر يموت، يقدر يتفرقع، يقدر بزاف ديال الحوايج. هذه من العيد العيد هذني دومين ديالي كنديرها، كندير بلومبي خربق بلومبي. ومن العيد راك عارف مول وليداش خاصو يتقاشل البنيه، واش خاصك تشري ليها المراه تخلى على خاطرها، فهمتي بزاف ديال الحوايج.